بينا نطلع سؤال المذيعات. هو الراجل كائن اناني عايز حقه بس ما بيديش الحقوق اللي عليه. الراجل كائن اناني بيحب ياخد بس وما يديش، ده لو انا فهمت سؤالك صح. بصي هقولك حاجه، حسب هو اتربى ازاي. في رجاله اتربوا ان هما ما يطلعوش انانيين، يطلع راجل حقيقي يعمل اللي عليه وياخد اللي ليه، فاهم مسؤولياته ايه وواجباته ايه، فاهم ان هو ما يتجوز المفروض يعمل كذا وكذا وكذا وياخد كذا وكذا وكذا، ده راجل مريح جدا. في راجل بقى تاني ابن امه، امه مدلعاه مربيه على كده، امي يا حبيبتي هاتي لاخوكي كذا، امي يا حبيبتي اجلي اخوكي، عايز ايه يا روح قلبي اعمل لك اسوي لك، وهو حبيبي نطع في البيت ما بيعملش حاجه، ده بيبقى راجل اناني. وفي منهم كتير عندنا اليومين دول. يعني اتفضلي.